السلام عليكم، انا سميتي زويجينة فاتحة، قاطنة بحي الملاح. كما كتعرفوا حي الملاح مهمش، الناس ضعاف على قدهم. انا انسانة كنكسب كسيبة باش كنعيش. انا تحرمت مزرع اللي هو مكلف به الشيخ ديال القبيلة، هو الشيخ ديال القبيلة هو مكلف بهذا الشيء، حرمني ما يعطيني لا في الاول لا في التالي. وهذا الحجر حقر عليا بزاف، منين نتكلم معاه ما كيعطينيش وقت، ما كيهضرش معايا، ما كيعتبرناش. حنا كنطلبوا من هاد الرساله ديالنا توصل ان شاء الله يسمحها الملك. حنا درنا شكايه وقدمناها للسلطات ومازال كنتسناو. انا ما استفدت لا من الرميد، والحاله ضعيفه، وزاد هاد السيد حقرني بزاف. عندي كسيبه ما لقيت لا ما نوكلها لا هي لا انا. واش الانسان راه كيقولوا باش المراه تعاون يتعاونوا المراه، وهذا ماشي كيعاون المراه، هذا راه كيتكرفص على المراه. حنا بالله وبالحق، حنا بالله وبالشرع، وكنطلبوا من سيدنا باش يسمع هذا الاوديو، وكنطلب من المحسنين باش من الناس باش تبارطاجيها. هذا السيد راه حقرنا حقره كبيره، وكنطلبوا من الله ياخذ فيه الحق. الزرع ديال الدوله باش يفرقوا على الجميع والناس اللي تحتاجها، انا منهم. شنو هو؟ انا زرع، هذا الزرع نتاع الدوله انا الاولى. انا المراه اللي كان انا هي المراه اللي كنكسب هنا مع هاد الناس، وسط هاد الناس، وسط الرجاله بلاد، ما كيعطينيش لا الاول ولا الجاوج ولا الثالث ولا هذا الحجر كاع. حقر عليا بزاف هذا السيد، هذا شيخ القبيله والناس كلها كتشكى منه، ماشي انا ماشي الجاوجه ماشي الثالثه، الناس كلها ديال القبيله كتشكي منه. والسلام عليكم.